لمناقشة الأزمة السياسية الحالية في البلاد. ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي. دكتور بداية مرحبا بك. دكتور إذا جلسة أخرى يعقدها البرلمان والإطار على ما يبدو يسعى إلى تنشيط البرلمان تمهيدا لمرحلة تحديد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، برأيك هل يقدم الإطار على مثل هكذا خطوة ويحدد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية؟ سعدت مساء. في الواقع لو أن الأمر مناط بيد الإطار لما تأخر ولا للحظة واحدة، ولكن ما زالت الحوارات مستمرة بين الحزبين الكرديين، ولو تم اختيار رئيس جمهورية فإنني أعتقد أن البرلمان سيسعى ويضغط باتجاه عقد الجلسة حتى لو بدعوة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب. لذا فإن التأخير ليس من الإطار وإنما بسبب الحوارات الشديدة والعميقة بين الحزبين الكرديين، فضلا عن أن هناك جهات داخل الإطار لا تريد، تحديدا الفتح والسيد العبادي، ربما الفتح الحكمة أحيانا لا تريد أن تمضي بتشكيل حكومة دون موافقة التيار الصدري، ربما محاولين إقناعه ببعض الوزارات، ولكن هذا الأمر لن يتم قبوله من قبل مقتدى الصدر أو السيد مقتدى الصدر مطلقا، لأنه يرى لا جدوى من المشاركة ويقبل بتمرير الحكومة بشرط الاستجابة لمطالب التيار الصدر التي هي واضحة ولم تتغير، انتخابات مبكرة واستبدال رئيس الوزراء الحالي وإعطاء عدم تغيير قانون الانتخابات والتفاوض على مجلس المفوضين. دكتور الأمر طال، يعني الآن الجميع في حالة انتظار. طبعا البعض يقول أن يكون الأمر متعلقا بالقوى الكردية بقدر ما هو تردد الإطاريين، أنت كيف ترى المشهد الآن دكتور؟ لا أشوف الإطار مقسوم على نفسه، والجهة الأضعف تريد عدم المضي بتشكيل الحكومة دون الاتفاق مع التيار الصدري، الجهة الأقوى عددا يعني النواب الأكثر عددا اللي هم ائتلاف القانون، ربما بعض أجزاء الفتح أيضا، يريد تشكيل الحكومة ويتحملوا صعوباتها وعراقيلها وهم ماضون في هذا الجانب، ولكن يبدو عدم توفر العدد الكافي لذلك، عدم موافقة الكرد، الكرد لا يريد أن يأتوا لبغداد منفردين فرادى، لذلك الموضوع هنا ليس في رغبة وإنما عدم قدرة، هناك عدم قدرة على جعل مجلس النواب يلتئم بمقدار 220 نائبا لانتخاب رئيس جمهورية يمثل الإطار. الإطار لو كان الأمر بيده كما قلت لك لن يتأخر، ولكن لا يستطيع تجاوز البارتي كما تجاوز التيار الصدري، فهنا تكون حكومة منقوصة، وهناك طرفان كبيران إذا لم يشتركا في أي حكومة فإنها لن تستمر ولن تحظى بأي دعم لا إقليمي ولا محلي ولا دولي.